في بلاد يعز فيها الجليد والثلوج تفتقت أذهان بنيها عن فكرة أخرى للتزلج هي التزحلق على الرمال أو ساند بوردينج، رياضة تكتسب كل يوم شبابا جدد من الممارسين لها وكأحد أهم نشاطات السياحة الداخلية. هي بقى لها حوالي 5 سنين بس بدأت تنتشر واحدة واحدة عن طريق الشركات زي كامب فاير. بدأت الناس دلوقتي أعداد كبيرة جدا منها تعرفها، تقريبا مصر كلها تقريبا بقت بتلعب ساند بوردينج كسياحة داخلية. الناس بتبقى مهتمة جدا بيها، تبقى أهم حاجة الناس بتيجي عشانها. هؤلاء الشباب الذين يشكلون مجموعة تابعة لإحدى شركات السياحة الداخلية التي تسعى لتنشيط هذا اللون الرياضي بين الشباب وطلاب الجامعة يعتقدون أن لها مستقبلا أفضل في بلاد تتسع رقعة الصحراء فيها بشكل ملحوظ. المستقبل الرياضي في مصر شايف أنه هو يبقى أحسن من كذا حتة تانية، أن مصر طبيعتها أنها أرض صحراوية، في أكيد أماكن كتير إحنا لسه ما اكتشفناش هنكتشفها مع الوقت، بالذات إن هو اللي بيساعدنا برضه في اكتشاف الأماكن دي الناس اللي بيعملوا سفاري. يعني القطنية دي اكتشفت إن هم الناس كانوا بيعملوا سفاري فعرفوا إن في جبال هناك، بلغونا بدل ما نروح الأماكن دي. وإن شاء الله في ناس كتير حباها، حاجبة الفكرة نفسها إنها جديدة ومش عارف إيه وتدي لياقة، فإن شاء الله لها مستقبل كبير في مصر. يتطلع الممارسون لهذه اللعبة الحديثة إلى دعم واهتمام سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، حتى يصبح لهذه اللعبة موضعاً مهماً على خريطة الرياضة في مصر. وأحسن مناخ مناسب ليها بيكون الهواء خفيف شوية، مش معدوم ولا زيادة، عشان على الأقل بس يخفف من حدة الحرارة شوية. أنت أكيد ده في الغرد، والغرد في الصحراء، فحرارة الصحراء طبعاً لا تطاق. تكتشف حاجات جديدة فيها، حركات جديدة تتعمل باسمك وكده، يعني هي لسه تعتبر عالم جديد بيتفتح. وفي حين يعتبر البعض التزلج على الرمال رياضة حديثة، يؤكد آخرون أنها قديمة قدم الفراعنة ذاتهم الذين مارسوها كأحد الألعاب لديهم. عبد الهادي حريبة، اليوم على الحرة، القاهرة.